الله الرحمن الرحيم. من الفقرة 11. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا عدتي عند شدتي، يا رجائي عند مصيبتي، يا مونسي عند وحشتي، يا صاحبي عند غربتي، يا ولي عند نعمتي، يا غياثي عند كربتي، يا دليلي عند حيرتي، يا غنائي عند افتقاري، يا ملجئي عند اضطراري، يا معيني عند مفزعي. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغافر، خلصنا من النار يا رب. يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا كاشف الكروب، يا مقلب القلوب، يا طبيب القلوب، يا منور القلوب، يا أنيس القلوب، يا مفرج الهموم، يا منفس الغموم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث. اللهم إني أسألك باسمك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا قبيل يا مديل يا منيل يا مقيل يا محيل. سبحانك يا لا يا دليل المتحيرين، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، يا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين، يا عون المؤمنين، يا راحم المساكين، يا ملجأ العاصين، يا غافر المذنبين، يا مجيب دعوة المضطرين. سبحانك يا لا إله إلا أنت يا ذا الجود والإحسان، يا ذا الفضل والامتنان، يا ذا الأمن والأمان، يا ذا القدس والسبحان، يا ذا الحكمة والبيان، يا ذا الرحمة والرضوان، يا ذا الحجة والبرهان، يا ذا العظمة والسلطان، يا ذا الرافة والمستعان، يا ذا العفو والغفران. سبحانك يا لا يا من هو رب كل شيء، يا من هو إله كل شيء، يا من هو خالق كل شيء، يا من هو صانع كل شيء، يا من هو قبل كل شيء، يا من هو بعد كل شيء، يا من هو فوق كل شيء، يا من هو عالم بكل شيء، يا من هو قادر على كل شيء، يا من هو يبقى ويفنى كل شيء. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار. اللهم إني أسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن يا مكون يا ملقن يا مبين يا مهون يا ممكن يا مزين يا معلن يا مقسم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغافر.
يا من هو في ملكه مقيم، يا من هو في سلطانه قديم، يا من هو في جلاله عظيم، يا من هو على عباده رحيم، يا من هو بكل شيء عليم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو في صنعه حكيم، يا من هو في حكمته لطيف، يا من هو في لطفه قديم. سبحانك يا لا إله يا من لا يرجى إلا فضله، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا ينظر إلا بره، يا من لا يخاف إلا عدله، يا من لا يدوم إلا ملكه، يا من لا سلطان إلا سلطانه، يا من وسعت كل شيء رحمته، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من أحاط بكل شيء علمه، يا من ليس أحد مثله. سبحانك يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا خالق الخلق، يا صادق الوعد، يا موفي العهد، يا عالم السر، يا فالق الحب، يا رازق الأنام. سبحانك اللهم إني أسألك باسمك يا علي يا وفي يا غني يا ملي يا حفي يا رضي يا زكي يا بديع يا قوي يا ولي. سبحانك يا من أظهر الجميل، يا من ستر القبيح، يا من لم يؤاخذ بالجريرة، يا من لم يهتك الستر، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى. سبحانك يا يا ذا النعمة السابغة، يا ذا الرحمة الواسعة، يا ذا المنة السابقة، يا ذا الحكمة البالغة، يا ذا القدرة الكاملة، يا ذا الحجة القاطعة، يا ذا الكرامة الظاهرة، يا ذا العزة الدائمة، يا ذا القوة المتينة، يا ذا العظمة المنيعة. يا بديع السماوات، يا جاعل الظلمات، يا راحم العبرات، يا مقيل العثرات، يا ساتر العورات، يا محيي الأموات، يا منزل الآيات، يا مضعف الحسنات، يا ماحي السيئات، يا شديد النقمات. اللهم إني أسألك باسمك يا مصور يا مقدر يا مدبر يا مطهر يا منور يا ميسر يا مبشر يا منذر يا مقدم يا مؤخر.
يا رب البيت الحرام، يا رب الشهر الحرام، يا رب البلد الحرام، يا رب الركن والمقام، يا رب المشعر الحرام، يا رب المسجد الحرام، يا رب الحل والحرام، يا رب النور والظلام، يا رب التحية والسلام، يا رب القدرة في الأنام. يا أحكم الحاكمين، يا أعدل العادلين، يا أصدق الصادقين، يا أطهر الطاهرين، يا أحسن الخالقين، يا أسرع الحاسبين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أشفع الشافعين، يا أكرم الأكرمين. يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا حرز من لا حرز له، يا غياث من لا غياث له، يا فخر من لا فخر له، يا عز من لا عز له، يا معين من لا معين له، يا أنيس من لا أنيس له، يا أمان من لا أمان له. اللهم إني أسألك باسمك يا عاصم يا قائم يا دائم يا راحم يا سالم يا حاكم يا عالم يا قاسم يا قابض يا باسط. يا عاصم من استعصم، يا راحم من استرحم، يا غافر من استغفر، يا ناصر من استنصر، يا حافظ من استحفظ، يا مكرم من استكرم، يا مرشد من استرشد، يا صريخ من استصرخ، يا معين من استعان، يا مغيث من استغاث. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاوث الغاوث، خلصنا من النار يا رب. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين. مقطع من دعاء أبي حمزة الثمالي، يتلوه القارئ عبد المحسن الجمري، وبعده زيارة أمير المؤمنين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد. يا ربي إني
أسألك في هذه الليلة وفي هذا الشهر من صرم منه وما بقي العاف العاف والعاف العاف والعاف والعاف جميعا العاف والعاف العاف والعاف والعاف يا ربي هذا مقام من لاذ به واستجار بكرمك وألف إحسانك ونعمك وأنت الجواد الذي لا يضيق عفوه ولا ينقص فضلك ولا تقل رحمتك وقد توثقنا منك بالصفح القديم والفضل العظيم والرحمة الواسعة أفتراك يا ربي تخلف ظنوننا أو تخيب آمالنا كلا يا كريم فليس هذا ظننا بك ولا هذا فيك طمعنا يا إن لنا فيك أملا طويلا إن لنا فيك أملا طويلا كثيرا إن لنا فيك رجاء عظيما عصينا ونحن نرجو أن تستر علينا ودعوناك ونحن نرجو أن تستجيب لنا حقق رجاءنا مولانا فقد علمنا ما نستوجب بأعمالنا ولكن علمك فينا وعلمنا بأنك لا تصرفنا عنك وإن كنا غير مستوجبين لرحمتك فأنت أهل أن تجود علينا وعلى المذنبين بفضل سعتك فامنون علينا بما أنت أهل وجد علينا فإنا محتاجون إلى نيلك يا غفار بنورك اهتدينا وبفضلك استغنينا وبنعمتك أصبحنا وأمسينا إلهي
ذنوبنا بين يداي، نستغفرك اللهم منها ونتوب إليك، تتحبب إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب، خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح، فلا يمنعك ذلك من أن تحوطنا بنعمك وتتفضل علينا بآلائك، فسبحانك ما أحلمك وأعظمك وأكرمك مبدئا ومعيدا، تقدست أسماؤك وجل ثناؤك وكرم صنائعك وفعالك، أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بفعلي وخطيئتي، فالعاف والعاف والعاف سيدي سيدي. اللهم اشغلنا بذكرك وأعذنا من سخطك وأجرنا من عذابك وارزقنا من مواهبك وأنعم علينا من فضلك وارزقنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك، صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك عليه وعلى أهل بيته، إنك قريب مجيب، وارزقنا عملا بطاعتك وتوفنا على ملتك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، ذكرنا وأنثانا، صغيرنا وكبيرنا، حرنا ومملوكنا، كذب العادلون بالله وضلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا. اللهم صل على محمد وآل محمد، واختم لي بخير، واكفني ما أهمني من أمر دنياي وآخرتي، ولا تسلط علي من لا يرحمني، واجعل علي منك واقية باقية، ولا تسلبني صالح ما أنعمت به علي، وارزقني من فضلك رزقا واسعا حلالا طيبا،
اللهم احرسني بحراستك واحفظني بحفظك واكلأني بكلاءتك وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام وزيارة قبر نبيك والأئمة عليهم السلام ولا تخلني يا ربي من تلك المشاهد الشريفة والمواقف الكريمة اللهم تب علي حتى لا أعصيك وألهمني الخير والعمل به وخشيتك بالليل والنهار ما أبقيتني يا رب العالمين. إذا كانت هذه ليلة القدر ليلة غفران الذنوب ليلة الكشف والمصارحة بين العبد وربه ليلة التوبة ليلة الاعتراف بالمعاصي وطلب المغفرة إذا لم يبك العبد في هذه الليلة وهو بين يدي رب العزة والجلال فمتى يكون باكيا. اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك وناجيت ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجي ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي
فباعدتني أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني أو لعلك بقلة حيائي منك جازيتني مولاي فإن عفوت يا ربي فطالما عفوت عن المذنبين قبلي لأن كرمك أي ربي يجل عن مكافأة المقصرين وأنا عائذ بفضلك هارب منك إلي متنجز ما وعدت من الصفح عمن أحسن بك ظنا إلهي أنت أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بعملي أو تستزلني بخطيئتي وما أنا يا سيدي وما خطري ابني بفضلك سيدي وتصدق علي بعفوك وجللني بسترك واعف عن توبيخي بكرمي وجهك سيدي أنا الصغير الذي ربيته وأنا الجاهل الذي علمته وأنا الضال الذي هديته وأنا الوضيع الذي رفعته وأنا الخائف الذي آمنته والجائع الذي أشبعته والعطشان الذي أرويته والعار الذي كسوته والفقير الذي أغنيته والضعيف الذي قويته والذليل الذي أعززته والسقيم الذي شفيته والسائل الذي أعطيته والمذنب الذي سترته والخاطئ الذي أقلته وأنا القليل الذي كثرته والمستضعف الذي نصرته وأنا الطريد الذي آويته بينك وبين ربك أنا يا رب الذي لم يستحيك بالخلاء ولم أراقبك في الملاء أنا صاحب الدواهي العظمى أنا الذي على سيده اجترى أنا الذي عصيت جبار السماء أنا الذي عطيت على معاصي الجليل الرشا أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى أنا الذي أمهلتني فمرعوى وسترت علي فما استحييت وعملت بالمعاصي فتعديت
أسقطني من عينك فما بالك، فبحلمك أمهلتني وبسترك سترتني، حتى كأنك أغفلتني ومن عقوبات المعاصي جنبتني، حتى كأنك استحييتني. إلهي وسيدي، أخرج حب الدنيا من قلبي واجمع بيني وبين المصطفى وآله خيرتك من خلقه وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله، وانقلني إلى درجة التوبة إلهي، وأعني بالبكاء على نفسي، فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري، وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري، فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبر لم أمهد لرقدتي ولم أفرش بالعمل الصالح لضجعتي، وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري، وأرى نفسي تخادعني أنت أيها العبد تناجي ربك أم لا في هذه الليلة، وأيامي تخاتلني متى وقد خفقت عند رأسي أجنحة الماء، فما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمة قبري أبكي لضيق لحدي أبكي لسؤال منكر ونكير إياي أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري
أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة وذلة. إلهي العاف والعاف والعاف، العاف والعاف والعاف جميعا، العاف العاف والعاف والعاف، العاف والعاف والعاف. وهذه ليلة القدر، ليلة شهادة أمير المؤمنين، الليلة وغدا نصبح يتامى علي، ونحن مع أولاده نتوسل به إلى الله، ومن ثم نزوره. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين، يا علي ابن أبي طالب، أيها المرتضى، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها. اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين، إذا وقعنا في مهمة أو ملمة ماذا ننادي؟ يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي. أزور سيدي ومولاي، معتمدي ورجائي، ذخري وذخيرتي ومناياي، في آخرتي ودنياي، مولاي أبا الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام، زيارة مني ونهابة عن والدي ووالد والدي وإخوتي وأخواتي وأهلي وأقربائي وجيراني، حيهم مع ميتهم ومن لم يكن له وريث يذكره، وبالخصوص من قلدنا الدعاء والزيارة طاعة قربة،
إلى الله تعالى. قلدناكم الدعوة والزيارة. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه محمد صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة لسوابغ آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها وسبل الراغبين إليك شارعا وأعلام القاصدين إليك واضحا وأفئدة العارفين منك فازعا وأصوات الداعين إليك صاعدا وأبواب الإجابة لهم مفتحا ودعوة من ناجاك مستجابا. إلهي بأمير المؤمنين استجب دعاءنا يا الله فك أسرانا واشف مرضانا ورد الغرباء وتوبة من أناب إليك مقبولا وعبرة من بكى من خوفك مرحوما والإغاثة لمن استغاث بك موجودا والإعانة لمن استعان بك مبذولا وعداتك لعبادك منجزا وزلل من استقالك مقالا وأعمال العاملين لديك محفوظا وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلا وعوائد المزيد إليهم واصلة وذنوب المستغفرين مغفورة
وحوائج خلقك عندك مقضية، وجوائز السائلين عندك موفرة، وعوائد المزيد متواترة، وموائد المستطعمين معدة، ومناهل الظماء مترعة. اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي الذي يتمنى في هذه الليلة ويتم أولاده وبناته. شلون حال زينب؟ تنظر إلى محرابه، تنظر إلى داره، معلق فيها السيف، بس هذا البيت لشب أمير المؤمنين لقضاء الحوائج. تقول يا بياب يا بياب يا بياب لدفن سيفك البتار وياب، ترى يا بياب لدفن سيفك البتار وياب، ترى مشاهدة في البيت يوحشني بلياك امتدجي يا ياب. حي الله محياك. تقول بعد زينب تقول محلى الأبو في العيد لجمع أولاده ولبسهم الزينة على جهر العادة ورفرف عليهم بالهنا طير السعادة، الطيب القلب وتصير عيشتهم هنيه. واحنا أبونا 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 قبل عيد بتسعة أيام سافر وخلانا وصرنا بعد أيتام، واحنا الليل بعد احنا يتامى علي، واحنا تيتمنا وصار العيد بالشام، باجر الناس معيده واحنا بعزيه بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، إنك ولي نعمائي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
برحمتك يا أرحم الراحمين. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ربي نسألك أن نكون من المشمولين والمرحومين في هذه الليلة. استجب دعاءنا وسجل أسماءنا من المحظوظين يا رب العالمين. وإلى أرواح أمواتكم وموتى المؤمنين والمؤمنات والشهداء ومن مات على ولاية علي بن أبي طالب نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.